انتهينا للتو من الاجتماع مع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي اللي تم فيه مناقشة الشكاوى المقدمة على الكويت، وبفضل الله سبحانه وتعالى وجهود أعضاء الشعب البرلمانية وموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة قدمنا عرض متميز لائحيا ودستوريا، وحقيقة الأمر كان في غاية السهولة لأن الادعاءات المقدمة في هذه الشكاوي عبارة عن افتراءات وأكاذيب وكلام مرسل يخالف الواقع ويخالف الحقيقة، فقدمنا كل الإثباتات بالمستندات الموثقة وبأشرطة الفيديو التي تجيب على كل ادعاء على حدة، وكذلك استمعنا إلى الأسئلة من الأخوة والأخوات السادة المحترمين أعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، وأجبنا كل الأسئلة.